يكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا لنا، هذه الحكاية، هذه فيها الخفايا، من سيكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا لنا، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايب الحلوين في برنامج حكاية جنى. اليوم رح أحكي لكم حكاية الفلاح البخيل. كان يا مكان في قديم الزمان، كان فيه فلاح اسمه العم حامد. هذا العم حامد يا حبايب الحلوين كان عنده مزرعة كتير كبيرة وفيها أشكال وأنواع من الحيوانات، لكن العم حامد كان بخيل. بخيل؟ كيف يعني بخيل؟ بخيل يعني ما كان يطعم حيواناته كتير وما كان يشبعهم. ففي يوم من الأيام عصبت الحيوانات إنه العم حامد ما عم يطعميها كتير وما عم يشبعها، فعصبت كل الحيوانات. حكت البقرة وهي معصبة: أنا ما عم بشبع من الأكل لأنه عم حامد ما بيطعمينا كتير، فلازم نتفق عليه. حكت الدجاجة: نتفق عليه؟ كيف يعني نتفق عليه؟ حكت لها البقرة: يعني كل واحد فينا يمنع من إشي، يعني أنا البقرة بيستفيد مني من الحليب، بصير أمنع من الحليب وما بخليه يحلبني. حكت الدجاجة: وأنا رح أمنعه من البيض. حكى الحمار: أنا حبطل أخليه يحط البضائع علي. حكى الكلب: أنا ما رح أحرس له المزرعة. حكى الديك: أنا ما رح أصحيه الصبح من النوم. ونام العم حامد وصحي تاني يوم متأخر كتير، واستغرب إنه الديك ما صحى بكير، وراح عند البقرة عشان يحلبها. حاول يحلبها، حاول يحلبها، لكن ما نزلت ولا نقطة حليب. عصب كتير، بعدين قال: شكلها مريضة، خليني أروح عند الدجاجة. لما راح عند الدجاجة عشان ياخد البيض منها، لقى إنه هي ما عندها ولا بيضة. عصب أكتر هون وراح عند الحمار. لما راح عند الحمار عشان يحمل عليه البضائع ويمشي، الحمار ما خلاه يحمل عليه ولا إشي، وهون عصب كتير كتير وقال: خليني أروح عند الطبيب البيطري عشان يشوف لي إذا هم مريضين ولا لا. ولما وصل عند الطبيب البيطري قال له: يا طبيب يا طبيب، تعال معي عند مزرعتي، الحيوانات لا البقرة راضي تحلب لي، ولا الدجاجة مو راضي تطلع بيض، والحمار مو راضي يحمل عليه الأشياء، والديك مو راضي يصحيني بكير. إجا الطبيب البيطري عند مزرعة العم حامد وقعد يفحصهم للحيوانات. حكى له الطبيب البيطري: الحيوانات ما فيهم إشي، بس شكلهم جوعانين شوي، انت بتأكلهم منيح؟ قال له العم حامد: انا بحط لهم بصحن شوية اكل وكلهم بيجوا على الصحن هذا وبياكلوا لحد ما يخلص. استغرب الطبيب البيطري، قال له: في حدا بيعمل هيك مع حيواناته؟ وقال له الطبيب البيطري: لا، انت لازم تشبعهم منيح منيح، يعني تحط لكل واحد أكل لحد ما يشبع. حس العم حامد بغلطه وعرف
إنه غلطه وبخله غلط كتير كبير، وإنه الحيوانات بطلت تعمل له إشي بسبب بخله وتعلم من غلطه وصار يطعم الحيوانات لحد ما يشبعوا وصار يعملوا له كل إشي. وهيك حبايب الحلوين منكون تعلمنا واستفدنا من هاي القصة إنه ما نكون بخيلين، وإنه نتيجة البخل تنقلب على الشخص بالآخر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، وبشوفكم بحلقة تانية من حكايا جنى. مع السلامة.